في بلاد الخير، إمارات الخير، نلتقيكم. In this great country of the United Arab Emirates, we achieve success after success. مع آلاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم. كل هذا وأكثر في وثائق نجاح. معي أنا شادية الحسامي، نلتقيكم. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات برنامجنا الاسبوعي وثائق نجاح. وبسعدنا لهالاسبوع استضافه الاستاذ علي حسون. مستر علي، بالبدايه اهلا وسهلا فيك. شكرا، اهلا فيك. خلينا في البدايه استاذ علي نتعرف بشخصك الكريم اكثر بعيدا عن الالقاب. علي حسون مين هو؟ علي حسون هو شخص ربي بالامارات، مواليد ابو ظبي. التحقت بالمدرسة لعمر 17 سنة بأبو ظبي. تعلمت كتير من تجربتي بالإمارات كطفل، كولد، كنضجت. بعدين توجهت لدراسة الجامعة بلبنان. أنا أصلي لبناني، رجعت تخصصت بالبزنس ماركتينج بلبنان. بعدين تخرجت ورجعت على دبي على الإمارات. رجعتك للإمارات، رجعت بدك تشتغل؟ رجعت بدي أشتغل يعني. إيه بس شو أول سايد أو أول اتجاه رحت له؟ هلا أنا عندي كان شغف للعقارات، كنت أحب كتير العقارات وأقرأ كتب عن المجال العقاري، يعني كيف ممكن أتعلم، كيف ممكن أغذي هذا الشيء براسي. فبلشت بالعقارات بشركة اسمها راك سيراميكس. هي مش عقارات بس كانت سيراميك بس مختصة في بتورد سيراميك للشركات العقار مثل عمار ودمك وكل الشركات الكبيرة. بعدين من راك سيراميكس التحقت بشركة عمار العقارية. حلو. اشتغلت تقريبا 3 سنوات ونص بمجال العقار. تعلمت كتير، كان في يعني مواقف صعبة، مواقف جيدة، كان في إنجازات كبيرة. ضغط نفسي أكيد بالعقار. صحيح. يعني هو سوق في فترة بيطلع، في فترة بيكون هادئ، في فترة بينزل. سو ups and downs يعني مثل ما بقول. صحيح، وبيصير شوي ضغوطات نفسية. بدي أسألك بهالفترة هاي اللي هو أنت أصلاً كان عندك ميول أو رغبة بالمجال العقاري وبالعقارات، هل برضو كان في عندك ميول للرياضة؟ أكيد. ولا فجأة لقيت حالك انتقلت من العقار لا أنا يعني أنا بمارس الرياضة من أنا وصغير. يعني حتى أنا بالجامعة كنت مع فريق كرة القدم بالجامعة. بس ما كنت إكستريم أثليت، يعني مش ما كان الشغف للرياضة هو شيء كتير كبير ويومي. لا، كان الموضوع طبيعي. عادي طبيعي، رياضة طبيعية، بس إنه اللايف ستايل، الحياة الصحية البعيدة موجودة عندي من أنا وصغير. يعني ما بعد اليوم في نقلة نوعية صارت بحياتك من صح. المجال العقاري لمجال شوي، خلينا نحكي شوي الرياضة يعني. مزبوط. خلينا نفهم سر هالنقلة هاي وكيف صار هال ايه هلا هيدي. يعني نحن القصة الشركة اسمها Longevity Sports، هو الكونسبت ستوري ميد ان دبي. يعني هيدا اكثر شيء انا بيساعدني لانه الامارات هي بلد الثاني. صحيح. فاكثر شيء بالقصه حابه انه خلقت بالامارات، خلقت بدبي، وان شاء الله بتروح على مجالات ان شاء الله وبلاد اكبر بكثير من المنطقه يعني. ان شاء الله. انا كنت بمجال العقار وكنت بمارس الرياضه، وكان عندي يعني ضغط نفسي على ستريس الشغل العادي. اي شخص هلا بيشتغل عنده ستريس عادي. فأنا وشريكي أسسنا الشركة مع بعض. يعني هو طلع بالفكرة الأساسية يعني للونجيفيتي. إيه، وبلشناها مع بعض. هو رياضي إكستريم رياضي، وأنا كنت بعاني من أوجاع وأوجاع غير مبررة بالجسد، يعني من lower back pain
لمفاصل وما فيها لأسباب هلا، يعني 90% هو من الاسترس والضغط النفسي. ضغط يعني وجودك يمكن بمكان فعليا، وجودك بمكان عم بيسبب لي ضغط نفسي وما كنت عارف اتعامل مع الموضوع. فانا وياه اتجهنا ل ريكفري اللي هو اسلوب كيف ممكن تعالجي نفسك بقصص طبيعيه. وكانت اهم الثيرابيز هي الثلج، المي البارده، اسمها cold water therapy or ice bath. ice bath هو الثلج مع المي. ما كان في سيرفيس او كونسبت بالامارات بيجيب مي بارده لدرجه 5 degrees or 8 degrees or 10 degrees وبخليك تضلك نفس التمبريتشر. هيدي ما كان في منها. سو اتجهنا للثلج والمي. صرنا نمارسه، أنا مارسه لأسباب جسدية ونفسية ليخفف الضغط، وهو لأسباب رياضية لأنه هو كان عنده ماراتونات وسباقات وجبال وكل شيء. بعدين قاعدين أنا وياه إنه نحن ليه ما منجيب هيدا السيرفيس، حسينا بتحسن، تحسن مخيف، تحسن كبير جدا من جسديا. عم تحكي عن الثلج؟ عن الثلج والمي. حسينا بتحسن، بس يعني مشكله الثلج انه بدوب بالمي فمنه بتتغير درجه، بيتغير درجه الحراره بيطلع بسرعه، بس انه مفيده، منه مفيده، بس ممكن تكون احسن اذا في جهاز تبريد يبرد المي على درجه حراره فيكست، ممكن تصير افضل كثير السيرفيس. قدرة تحمل الجسم لدرجة معينة بشكل أطول ممكن أكثر من الثلج. إذا على درجة الحرارة الصح ممكن جسدياً أنت ما في شيء تتحمل. It's only cold water، يعني ما عندها أسباب، ما عندها عوارض خطرة يعني. هي مي باردة بس ما لازم تنزلي على الصفر أو تحت 3 degrees، يعني صحيح. لازم تكون above 3 degrees. Anyways صرنا نعمل our research، تعرفنا على شركة أسترالية اسمها I Cool Sports. عم بتدوروا يعني كانت عندكم الفكرة، كان عندنا فكرة معين إنه أنا وياه طلعنا إنه ليه ما منخلي كل الرياضيين من جهته والمشاكل اللي عندها ستريس يجربون هذا السيرفيس بس بطريقة أحسن من الثلج. فعملنا دراساتنا وعملنا our research لوصلنا للشركة الأسترالية اسمها I Cool Sports، ورحنا وعملنا our presentation إنه نحنا مهتمين بهذا الموضوع وعنا ثوابت على التحسن تبعنا، بس ممكن نحسن بالموضوع إذا منجيب السيرفيس على بلدنا على الإمارات. فقبلوا بالموضوع وعطونا الوكالة، عطونا ريبريزنتيشن بالميدل إيست وبدبي، وبلشنا الموضوع وبلشت كورونا. يعني بلش بعد شهرين الوباء. يعني هذا الاشي ما اثر على اتفاقكم معهم او انه تكون الوكيل لهم؟ لا ما اثر، لانه كان يعني كنا وقت بوضع كله متفهم وكله بحاله ضياع وقلق وخوف يعني من اللي عم بيصير، فما كنا عم نحكي بالموضوع. كنا اكيد يعني كانت فتره صعبه لانه توقفت كل البلاد، توقف البلد لوك داون، بعدنا بلشين البزنس، بعده الحماس، مبسوطين، يعني بدنا نجرب. وقفنا لحوالي 3 اشهر كان في اللوك داون الاول، فتره صعبه بس كان عندنا امل، يعني كان عندنا امل واكيد الامل بالقادة وبدولة الامارات انه حنطلع من هذا الموضوع سالمين ان شاء الله. بشهر 5-6 بلش الوضع يتحسن، السوق بيفتح وبلش المهتمين بالبراند يشتروا البراند اللي نحن بنمثله اللي هو جهاز تبريد موصول بالحوض اللي هون وبيبرد المي خلال ساعة ل 5 degrees. صارت العالم مهتمة، صار فيها حركة شراء. هلا نحن يعني مثل ما خبرتك كنا عم نحكي قبل، العالم صار نظرها للحياة غير بعد الكورونا، صارت العالم مهتمة بالرياضة أكثر، بالحياة الصحية أكثر، فطلعوا من اللوك داون، طلعوا من الكورونا، في تغيير كبير، في تغيير وفي اهتمام بهذه المواضيع. صاروا يعملوا، نحن كنا شركة كثير بسيطة ومتواضعين، يعني ما عندنا ماركتينج، ما عندنا موظفين، ما عندنا حدا. صاروا يعملوا سيرش على جوجل ليلاقونا لانه صاروا مهتمين بالرياضه وبالريكفري.
وانتو اليوم كأول وكيل موجود بالشرق الأوسط؟ نحن أول وكيل بالشرق الأوسط، ونحن الوكيل الحصري لآيكول سبورتس، ونحن أول شركة آيسليس تكنولوجي، شركة بتوفر الكولد ووتر ثيرابي بلا تلج. يعني هو موجودة هي هيدي الثيرابي صار لها سنوات، بس بحطون فيها تلج، والتلج منه بروفيشنال از ذا كولد ووتر، بيتغير الحراره وكل صح. كل الموضوع. فينا نحكي اكثر عن السيرفيسز اللي عم بتقدمها اليوم؟ هلا نحن المين سيرفيس هو المي البارده. يعني هلا بنحكي عن فوائد المي البارده وليه نحن عم نقدم هذا السيرفيس، بس السيرفيس هلا هو المي البارده والسونا، لانه عندك كولد ووتر وعندك هوت اند كولد ثيرابي. في عالم مهتمين بالانفراريد سونا نحن اللي بنوفرها، مهتمين ببوث بالكولد اند هوت، وفي عالم مهتم بالكولد. يعني بنوفر صفوف يوغا وعندنا سيرفيسز هلا عم بتزيد. عندكم كوتشز عندنا كوتشز وعندنا كل، يعني كل شيء بعكس التريننج، بعكس التمارين. يعني نحن عم نحاول نخلق شيء اسمه ريكفري سنتر. يعني انت كل شيء برا التمرين والتريننج بتجي لعنا تو ريكفر يور بودي، لانه العالم ما عنده فكره اهميه الريكفري. يعني بس العالم صحيح. عم تتمرن وعم تشتغل كل صحيح. يوم، بس ما حدا تفهم فعليا. يعني ريكفري هو مش بس مي بارده، هو نوم، هو مكمل فعليا للتمارين، هو مشي، هو هواء نقي، هو مديتيشن. واحد بس يروق أعصابه ويروق رأسه، يعني هذا كله صح. كنت عم تحكي عن أو في فكرة أو نقطة كنت عم تحكي عنها، بدنا نحكي شوي عن الفوائد المي الباردة اليوم اللي بتخليكم فعليا اليوم توصل لمرحلة إنه إحنا عم ندور على أجهزة، عم ندور على شيء معين لحتى نوفر لكم هاي. هلا هي فوائد المي الباردة موجودة صلا، يعني نحن ما اخترعنا شيء جديد، هي موجودة موجودة من زمان، بس اللي نحن كنا متفاجئين فيه كمان طلع أكثر بكثير من اللي احنا فكرة عنه. يعني صرنا نشوف قصص كثير غريبة. يعني هلا بخبرك تعمقتوا في الموضوع، لأنه بس انه مينلي الأساس هو للرياضيين. هي بلشت التلج او المي الباردة للرياضيين. الرياضي اللي بيتمرن عنده شيء بيطلع اللاكتيك أسيد بالجسم على التمارين على الحركة، بيسبب انفلاميشن أو التهاب بالمفاصل وبالدم. المي الباردة هي بتوطي درجة اللاكتيك أسيد للأفريج ليكون ما في إصابات، ويقدر الرياضي يكمل. يعني يقدر بكرة يتمرن أكتر، يقدر يتمرن ساعة زيادة، ربع ساعة، نص ساعة زيادة، بيعطيه الاوبورتونيتي انه تو بوش هيم سيلف مور. المي البارده عندك باول مناعه، بحسن الدوره الدمويه، بوطي الضغط. يعني نحن اكيد بننصح للعالم اللي عندهم ستريس، عندهم ضغط عالي، ينزلون بالمي البارده بتوطي الستريس. لا انا بسمع انه مثلا حتى يعني مثلا الهوت ووتر برضه، يعني عم بسمع انه اللي عنده ضغط، اللي عنده شيء، اللي عنده حاسس شوي مثلا اكتئاب وات ايفر شو ما كان، هو انت واقف تحت المي السخنه. اكيد هي كانت فكره. والعرق، يعني هو السونا توكسينز، كل التوكسينز العرق بتطلع. نحن عنا يعني في توكسينز بنجيبها من الهواء، من الاكل، اكل غير صحي. هيدا لما واحد يعرق عم بيطلع كل القصص اللي ما كان قادر يطلعها بطريقة تانية، بدا العرق السونا بيرجع بيخلص من السونا، بفوت على المي الباردة، بصير يحسن من مناعته، بصير يحسن من الضغط، الدورة الدموية، الإصابات، الكتف، الكاحل. كلنا عنا إصابات سبيشلي الرياضيين. واللي كنا مصدومين فيه أكتر شيء العالم كيف عم تتفاعل مع النوم. النوم it's a big factor يعني للمي الباردة، ما كنا عارفين فيه. صارت العالم تنام أفضل، وسبيشلي بعد الكورونا. يعني في عالم صار عندها صعوبة بالنوم الطبيعي، خربطت، انسونميا، قلق، فساعد كتير بالنوم. العالم عم بتروح تاكل دينر صحي، تفوت على غرفة النوم تنام مثل الولد الصغير طبيعي. يعني مثل ما بيقولوا بشكل طبيعي. فهيدا حافز أساسي كتير بالمي البارد كان. يعني حلو. اليوم لو سألت علي حضلوا بهال محدودية هاي أو بهالمكان هاد وتطوروا فيه، ولا في شيء أكتر ممكن يكون اليوم بعد 5 سنوات؟ خلينا نسأل، وين بتشوفوا حالكم؟ وين ممكن تتجهوا اتجاه تاني؟
لا هلا نحن اكيد عنا اهداف وعنا احلام وعنا افكار كثير بدنا نقدمها. نحن صرنا سنه تقريبا على البزنس والتفاعل كان الحمد لله يعني كبير كثير والفوائد وعم نشوف العالم كيف عم بتفل من هون وعم تستفيد. يعني اكيد العالم عم ترجع لسبب ان شاء الله بعد 5 سنوات لعنا احلام وعنا يعني نحن بدنا ننقل هيدي السيرفيس لكل شخص ممكن لو ب 1% يستفيد منها بالعالم العربي وان شاء الله يمكن بعدين بالعالم كله. بس نحن هدفنا هلا الامارات بلدنا نوصل هيدي السيرفيس بالدعم تبع كل المختصين اللي بيدعمون الرياضه. ونحن بدنا نتشكر اهم شيء الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان والشيخ محمد بن زايد على اهتمامهم بموضوع الرياضه وعلى دعمهم لكل الشركات المختصه بهذا الموضوع. وبفضلهم اكيد يعني نحن نقدر نسابر ونقدر نكمل بنجاحاتنا. ومثل ما قلت لك بنفتخر ان ستوري كومينج فروم دبي. صحيح. النقطه هاي اللي بدي اسال فيها او اللي كان لازم احكي فيها، اليوم الامارات قد ايه ساعدتكم لحتى تكونوا بهالمكان؟ وهل بتتخيل حالك لو انت بغير مكان او بغير بلد عندك القدره وبالوقت فعليا القليل هذا انه انت توصل لهذا المكان بغض النظر هو كبير او صغير؟ اكيد لا. هلا يعني طبعا لا، يعني نحن اول شيء بنعرف الامارات شو بتقدم للعالم وبتقدم سبيشلي للبزنسز اللي بيختصوا بهذا المجال باي مجال، عقارات، رياضة، كل شيء. لا الحوافز الموجودة هون، العالم اللي مهتم بالصحة وبالرياضة واللي دعمتنا بالطريق، ما بعتقد يعني كنا أكيد وصلنا للي نحن فيه لو ما مساعدة ودعم. صحيح. لكن مثل ما قلت احنا بنتشكر دولة كدولة، قادات، حكامها، حتى شعبها. أكيد. على كل شيء قدموا، شعبها الطيب والقادات الطيبة أكيد ودعمهم نحن بنتشكرهم. وإن شاء الله بدنا نكبر كلنا مع بعض إن شاء الله. قبل ما ننهي حلقتنا لليوم حابة أسألك، لو اليوم شكرا بحياتك هل حد بيستحقها؟ في كثير عالم، يعني أنا ما في شخص معين، بس بتشكر كل حدا وقف معي بالأوقات الصعبة اللي كان بحاجة ليكون في حدي. أكيد بتشكر أصدقائي القراب، بتشكر عائلتي، بتشكر بلد الإمارات اللي استضافتني من أنا وصغير. وإن شاء الله خير لقدام يعني. إن شاء الله. إحنا بنتشكرك لوجودك. أنا بدي أتشكرك لاستضافتني. بنتشكرك وإن شاء الله بنتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح والتوفيق، وإن شاء الله بنجي لك المرة الجاي بتكون على مستوى العالم كله مش بس على مستوى. ان شاء الله بتجوا مره جايه تجربوا ان شاء الله الماي الباردة. ان شاء الله. شكرا لك ولوجودك. شكرا.